الاستوديو كانه ما خصش تكون الفوضى في التغطيه ديال بعض الندوات ولا بعض كلشي التعاون وهذا هو الصحفيين تيقول لك راه خصنا ووزاره الاتصال تتكون خصنا نلزموا يعني البطاقه ديال اولا حنا هادشي درناه في لو سيت ديالنا وقلنا يعني البطاقه المهنيه حتى يكون الاحترام متبادل ولكن انا هادشي اللي قلت والاخ ملي قلت له خليكم في المقر ديال الصحافه خليكم في المقر الصحافه معززين دائما غادي تتعرفوا بيناتكم عليهم تتعرفوا بان تلبسكم حتى واحد ما يدير لكم مرضيه باش يوم يقول شي حاجه لا ما تنقصكمش انتوما سيد العمدة باش قلت له عطينا البطاقه شنو البطاقه تنقول له غير بين ليا زعما هو راه معروف فاذا ما قصد حتى شي واحد اللي عنده اعتماد ديال مراسل صحفي ديال جريده معتمده عندها تخلي الاخرين نسول ما نقدرش نجاوب ها انا تندير معكم كل شجاعه لان ثقتي فيكم كبيره تتوصلوا الخبر كما هو وخا تتصورونا انا معكم تنقول لكم انا ما قاصد حتى شي واحد انا ما تنقاصد لا تتبقى شويه الفوضى من تيجي واحد هكا وواحد هكا وكاين اللي تيركب عليه هذا الشيء خطا حنا احتراما لمدينه فاس تنطلبوا منكم وصلوا امور عاديه فانا تنقول لكم مرحبا بكم في المكان حنا بغينا غير من اجل التنظيم ليكم ولينا شكرا.